من مباشره. يعني معناها اللي كان فما ناس ما حضرتش فمعناتها يعني ماهيش مشكله. احنا المفيد اليوم الناس الحاضره اللي هي واعيه حقيقه بالمشكل، فما ناس واعيين لكن غايبين عندهم اسباب، لكن احنا يهمونا خاصه الناس الموجودين اليوم واللي هم واعيين بالمشكله هذه باش يقدمونا اقتراحاتهم. وقلنا كما قلنا يعني على دو معناتها على وجهتين. الواجهه الاولى هي انه معناها طلباتنا في صوره ما اذا كان الوالي حاضر، وكذلك فهمتي ولا اذا كان الوالي ما جاش. مع العلم وانه احنا الموضوع نتاعنا راهو اليوم هو التلوث البحري بصفه عامه، ما نشمخوا شادين معناتها في الميناء فقط ولا الصيد البحري، يعني بصفه عامه. فما التلوث البحري يخص حتى الانسان اللي باش يحب يعوم، يخص الانسان البحار، يخص الانسان اللي يجي باش يحب يحوس، يخص الانسان اللي جاي معناها كيف كيف بالكنافاش وجاي باش يصطاد معناها، ويخص الانسان زاد اللي يحب يجي يحوس على الشط ومعناتها ويرى معناها البحر، بحيث هو موضوع